نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. التغطية ديالي هذا العام مهم. أنا تنكونترولي داكشي، واخا تيكون مشاكل ديال الكواليس ولي باج وستابوتاج، باسكو حنا الصحفيين شي تيحفر لشي، شي واحد تيخبي على شي، داكشي راه معروف بحال أي خدمة في أي بلاصة في العالم. أنا تنجي تندير لوفيرتور وتندير لا كلوتور، تنجي تنصيفط الكاميرامان ديالي قبل، تنجي أنا تنصور داكشي اللي غنصور، تناخذ لي سونور ديالي. أنا الروبورتاج ديالي فيه 6 مينوت ماكسيموم، دونك ما عنديش المشكل. مي كنت انتظر، لان كانوا عام ما داروش، قلت ان هذا العام غادي الاداره اللي تتشرف على المهرجان كانوا زعما غادي يديروا بلوس ديفور وغادي يحاولوا يحسنوا شويه من حنا، لان ملي تنجيو نصوروا خص تكون عندنا واحد الراحه وواحد لاتموسفير بروفيسيونيل باش حنا نعطيو شي برودوي زوين. ساعه للاسف هذا العام بالنسبه لي انا كصحفي سيتي كارثيه، باسكو ديجا النهار الاول فاش كنا ريد كاربت عيطت شي 20 مره ل10 طول النيميرو اللي عندنا ديال المسؤولين ديال الصحافه تحت فيهم تيرد، دونك تيقول لك اللي فيهم تيقول لك جو فابيل بلو تار، دونك بحال غادي يردوا عليا تيتسلى الفيستيفال. دونك جيتي ان بو ديسو، باسكو بون الحمد لله الحمد لله يا ربي وشكرا الناس كلهم اللي عاونوني والله والناس اللي وصلوني اللي انا دابا في هوليوود. درت لي زوسكار وهذه تنتبه بها، باسكو حتى واحد اللي تيقول لك شحال فيها العياقه والامريكان، تنقول لهم فيها العياقه باسكو هذيك هوليوود حتى واحد ما غيمشي لها، حيت انا مشيت لها بخدمتي وبدراعي وانا عارف اش تسوى. دونك حنا تنكونوا في لي زوسكار تيكون عندنا الميم نيفو كو لي تروك امريكان اللي هما ستار دو سينما، ملي تمشيو ناخذوا الباج تنكونوا معاهم في نفس الصف، ما كاينش فرق ما بين هذا وهذا وهذا فلانه وهذا فلتلانه. بحال انايا هذه لبنانيه، هذا تتجي كلشي حال فمو، لي تكنيسيان مخلوعين بحال تقول مع شكون دايزه هايفه ديك الشيء، فهمتي؟ دونك تنجي انا تنجي لخدمتي وتزيد فحالي. مي كنت نتمنى نتمنى نتمناك وهذا العام، لان كانوا قللوا حيدوا بزاف الناس ما عطاهمش لي باج، سكي تري بيان سكي تري بيان، برافو بعدا الناس لا فونداسيون والناس اللي قابطين لا بريس. مي قلت انا منين قللوا الاعداد وخداو دي جون اللي عندهم كوميم، انا خدام في قناه خليجيه وحنا عارفين للاسف الخليجيين اش تيقولوا علينا والفكره اللي عندهم علينا. انا تنجي سورتو تنحاول ناخذ لي ماروكان، باسكو الا بغيت ناخذ لي زاميريكان ولا الفرنسا ولا الاوروبيين غنمشي ناخذهم تما. تنشوفهم كل سيمانه في لي زافون بروميير، تما عندهم لا ريد كاربت في هوليوود ثلاثه في النهار، حيت عندهم هذا الفيلم خرج ريد كاربت تيقلبوا الدنيا بحال تقول مهرجان كاس يديروا في كل نهار تيديروه تما. دونك جيت لهنا قلت زعما جو فو ميتخ لي ماروكان فالور، ناخذ المغاربه ناخذ المغربيات ناخذ لي جون، ولا بلي باغ ما تيهضروش لونجلي، وهي للاسف لان ممثلين المغاربه خصهم يقراوا لونجلي الا بغاو يمثلوا في افلام اللي تتصور في المغرب. تيجي تيقول لك انا تهضر ديك النهار مع الامريكانيين تيجيبوا مغاربه ولا جزائريين باسبور فرنساوي تجي مسهل يجيبهم باريس ويعطيو لوطيل فوارزازات ويصوروا معاه تما، تيقول لك انا غاجي المغرب ما تعرفش يهضر بلونجلي. دونك للاسف حيت انا الكرونيك ديالي بلونجلي، دونك بزاف ما تيعرفوش يهضروا لونجلي. تعلموا لونجلي دابا راهي في يوتيوب، الا بغيتي ما ديرش بروفي قريك سيري في يوتيوب وقرا واسمع الاغاني. مي للاسف هاد المشاكل اللي تنطيحوا فيها كل عام، تتعيط لهذا هذا ما عيطش، لي زانفيتاسيون لو دو سي تبزو الانفيتاسيون، الاخر يخبي على الاخر، الاخر مشات دارت الانترفيو مع الاخر، شي تيصيفط لصحابو. دونك فوالا، دونك انا جي ديسيدي باش نهرب من هادشي كله. انا جالس في وطن بعيد 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 بعيد، جو كوت لا فونداسيون زيرو ديغام الحمد لله، لان بلي كونتاكت ديالي وبلي سبونسورين ديالي بعد على تو الموند. تنجي لافون لوفيرتور ندير الروبورتاج ديالي، غنجي لا كلوتور وغنزيد فحالي. وتنظن هذا المشكل ديال هاد الناس اللي تيحضروا الفيستيفال اللي ما عندهم حتى علاقه، بون خصنا ما نكونوش نيجاتيف سلبيين دائما، لان الناس لا فونداسيون انا تنعرف شي بنات يخدموا تما ودراري زعما تيديروا اللي عليهم. دابا ملي تيعطوا واحد الانفيتاسيون لشي واحد مثلا اكس تيجي تيعطي هو ما جاش يعطي الاكغيك، مثلا انا غير شي واحد عطاوني الانفيتاسيون بغيت نمشي غنعطي لفلان، نو فلان سي با موا، الا صيفطها في لونون سيمو باش خصي مو باش يطلع في ريد كاربت. وانا اللي صحفي وتنجي لابس لي مارك ما تنطلعش في ريد كاربت، اش غنطلع ندير فيه؟ تنطلع في الستوند تندير لي زانترفيو وندردب نمشي فحالي، اش غنطلع تما نتبلط قدام لي كاميرا ونجلس نتصور نبوزي. مي الناس خصهم يموتوا يموتوا على الشهره ويموتوا باش يدوزوا ياخذوا ديك التصاور ويحطوا لنا في انستغرام فرعونا راسنا، دونك تيدوزوا تيلقى بحال دابا واحد ممثل عطى لخوه ولا ولد خالته طالع نفس تما مع وحده ما تتعرفيهمش. انا فاش كنت درت التغطيه تنعقل انا في امريكان تيكون ليوناردو دي كابريو دايز في لي زوسكار تيجيو، لان ماشي كاين اللي جاي من لاميريك لاتين، كاين اللي جاي من شي دوله فقيره ما حاطينك تما تتكون ناشف في بلادك، دونك هو ما عارفش كاع ليوناردو دي كابريو، تيدوزوا لك تيقول لك ها هو ليوناردو دي كابريو اللي غينزل دابا. دونك الناس
دوك لي زاتاشي بريس تيدوزو تما تيجريو. انا قبل فاش كنت نهار الاول تنقول لهم تندور عند دوك لا بريس نقول لهم شكون هادو اللي نازلين، هما براسهم ما عارفين شكون اللي نازلين. سي كوميم غاف. دونك خص لا فونداسيون دير، انا قلتها وغنعاود نقولها باسكو هذا سي لو سيستيم انترناسيونال ماشي حتى في الامريكان. سي خصهم يديروا واحد قبل ما يطلعوا في لي فواتور والطوموبيل تقلع باش جرات كاربيس باسكو طول ماروك روغارد، وانا لا بريس انترناسيونال كي روغارد والناس واقفين تما وحنا واقفين كصحافيين. باسكو انا كان بامكاني ندير لو ميم سوجي دابا في افون بروميير في لو سانجيس وتخلص لو ميم سالير. ما عنديلاش نجي لهنا، انا تنجي باسكو مراكش غندوز دي جور اكسيتي بلادي ناس صحابي ما شتيهمش هذا. دونك سي تري بيان. مي انا سي لا ميم شوز درتو هنا ولا درتو في الامريكان حسن اليوم. الا سولتي الشعب المغربي كله غيقول لك بقى في امريكان. مي للاسف خصهم يديروا جو كل عام الجاي خصهم اللي انا قلتها في الصحافه جيسبيغ يسمعوني الناس لا فونداسيون ويديروها العام الجاي كيحطوا واحد وانا بامكاني نمشي بينيفول نوقف لهم تما اللي غيطلع في الطوموبيل نعرفوا شكون هو ويتانونسا بلوغيات الناس اللي غادي يغوصوا فيها باش تطلع الطوموبيل 47 49 عارفين شكون فيها. عندك البنت تجبد لو تروك وتتانونسي للناس باش انت اللي كنتي صحفيه تو ني با انت سونسي تعرفي 100 كماره غتقول لك فلان بان في تلان اش يدير اش يدير لنا باش نعرفوا حنا نسولوه. واحد في لابخود واحد معروف زيد يدير لي بلو كروند فيلم فوالا زيد حنا ما تنعرفوش. دونك نعطيو الميكرو نسولوه على الافلام شنو الافلام اللي درتي شنو اللي هذه حنا طالعين ما عارفين شكون اي دايزين. واش نقول لك هذوك المستضيفين ما عندهمش الوجه علاش يحشموا؟ اولا باسكو باش تطلعوا تما وبداو يتبوزي ويديروا برافو عليهم. انا اللي سنعيش في الاضواء واللي زانترفيو ديك الشيء تيستريسي ديك الشيء نقول له فوقاش نمشي في حالي. هما تيطلعوا وكل ليله ما عندهمش الوجه علاش راح يحشموا وعيب بعدا يطلعوا يبقاو تما يتمندروا علينا وقدام لي فوتوغراف. انا بعدا كنت فوتوغراف كنهز شي حاجه شي ديك الكاميرا نهرسها عليهم على راسهم. مي برافو تحيه للمصورين ديالنا باسكو تنعرف بزاف فيهم اللي تيصبروا لهم ويديروا ديك الوسخ وديك ديك لوك كاريتي وديك الحاله وتيدوزوا بوجههم وجههم احمر. راه هذوك لا فونداسيون واخا يبقاو يكونترولي بالليل وبالنهار ما تيديروا لهم تيزهقوا لهم بحال الجنون تيهبطوا من تما ما تعرفوش كيفاش تيدخلوا تيجيو والو. وللاسف هاد الشيء خصهم هما متعطشين باش يبانوا لان عندهم فيستيفال واحد في العام خصهم يبانوا فيه وتيبداو يجيو له باش يبانوا وتبندروا وياخذوا التصاور وباش يطلعوا الكراد ديال كل وحده. كان شي وحده اللي طلعت ما بزاف دير حتى حاجه بحال هذا العام شنا ديك الشيء كارثي طالعين شي وحده تيديروا الماكياج طالعين حتى هي مبندره تما لي ستيليست طالعين. قلت لهم يطلعوا تما الستاف ويطلعوا هذوك اللي تهز لهم هذيك مسكينه المراه اللي تهز. انا تنحترم بلوس المراه اللي تهز لك خفطان كو ستيليست ديالها هذيك مسكينه المراه تما يطلعوها باش كل شيء يطلع ويهنيو الطاقم كامل ديال المصممين يطلعوا معاهم ما طلعش هي بوحدها حشومه. هذا ميز عنصري ما بين في المجتمع. كارثي البنات تتصور الناس بحال قلت لهم انا المهرجانات اللي انا حضرت لهم سواء في اوروبا ولا في الامريكان تتجي النجمه تتهضر لك على الفيلم ديالها او الفيلم اللي غيخرج او الشوتي اللي تدير او التورناج او شي حاجه عندها علاقه بالفيلم. ومنين حنا تنسال مع السيوم تنقولها او شنو لابسه اليوم عجبنا الدريس ديالك تتقول لك انا لابسه ارماني فيرساتشي تروك. هادو طالعين ما عندهم ما يدار ما عندهم ما يقولوا ما عندهم حتى فيلم خيره فيهم دايره فيلم في العام. طالعه تمندر ها هي الصباط الشاريه قالت لك تبعوه طاقيوه في انستغرام. ها هو السروال بقى لهم حتى السليب الصوفيت ما الشعر المقابط قتلونا. دونك سي كارثي. انا واحد معايا واحد سكين واحد الامريكاني بقى يشوف قال لي واش فين هادشي يهضروا على شي فيلم دايرين شي فيلم. قلت له حنا هذا قال لي هذا ماشي دلا مود حيت ملي تديري عالم اسبوع لا مود تتهضري على لا مود تيجيو الناس تكون ريد كاربيت فعاد ما غنهضروا على السينما تنهضروا على لا مود غتجي ممثله غتقولها شنو لابسه اش تيعجبك حيت الموضوع لو تيم هو لا مود. هادو قلبوا واش قلبوا كلشي مقلوب ومش قلوب. السيده جايه شعرها اي بقى لهم الحمام اللي بقى لهم يقولنا طاقيو الحمام اللي كنت فيه راه عاد جيت. كارثي داكشي والله يصاوب لهم. وديك المتطفلين الله يعطيكم شي وجه تحشموا عليه لان راه هذاك وجه مقصدر عندكم. سعد المجرد خرج البارح صراحه مؤقت شنو بالك في القضيه؟ قالوا براءة. شوفي قضيه سعد المجرد والله احنا دخلنا معاه شنا الخارج نهار داخل رجع هذا رجع ساكن في الحبس ما عرفنا واش ساكن في الحبس ولا فين ساكن. سعد المجرد للاسف هذوك النقافات وديك تعجبني ديك المود النقافات وديك لي فان ديالو عندهم 14 15 عام ساكن النهار كله ما جالس في انستغرام عندهم ما يدار. الصراحه المؤقت ثاني راه غنكتبها في ستوري غنقول لهم الصراحه المؤقت ماشي هو البراءه يا المكلخين مجموعه المكلخين ولا هذا دوك الناس خلو تجلطة عجنا. مي اللي تبارك الله الناس تاكم تقفوا وتحلوا ملي تقفوا دابا الصحافه الفرنسيه بحال دابا لو فيكاغو هضروا عليه قالوا بان السيد صراح مؤقت حيت هما تما داخلوا بقاو القضايا القضيه الاولى القضيه اللي بيناتهم القضيه الثالثه دوك الناس ضاغط ها هو في جنوب فرنسا هو في باريس. دونك صراح المؤقت راه ديك المره قالوا براءه هو باقي في الحبس قالوا خرج كل نهار تيقولوا حاجه مي
القضيه باقا غتجري. القضيه الاولى دابا راه حنا طالعين في 3 سنين وباقي تتحكم عليها، مازال ما تحكمش عليها، عاد قبلت القضيه الثانيه. دونك سير كان اللي قال هذا كان ابي فوق الشجره، شوفي مابقاش يحل هذا المشكل. بالنسبه لكاين بعض الصفحات اللي كيلقبوك بمول الدواسه، يعني كل مره كتجيب لنا دوسي جديد، بحال مثلا مريم سعيد اللي تجبد عليها بزاف ديال التصاور، يعني الدواسه قدام عندها جبدوا للساحه كلشي شافهم كلشي انتقدها، يعني واش كتوجد شي دوسي او شي مدفع جديد؟ مدفع انا عندي الجيش الامريكي المارينز. هادي انا تنقول الحقيقه، والحقيقه تدرونجي بزاف الناس، وفي عالم الفن هكا انا تندير داكشي على الطريقه الامريكيه. الطريقه الامريكيه باش تشوف حدا ماريو لوبيز تقدم تقدم واحد الميسيون سميتها اكسترا كل نهار مع السبعه، تتعجبني تنتفرج فيها كل نهار. بحال دابا اليوم غدا ينتقد جينيفر لوبيز باسكو ما كانش لابسه مزيان في ريد كاربت، ولكن لون دومان تيكون في ريد كاربت تدير مع انترفيو عادي، هذيك خدمه اليوم تديري تنساي. هنا حنا عندنا، هنا انا للاسف حنا عندنا راك تعرفي ديك السم ديالنا خطير جدا، تيبقاو عاقلين لك. انا واحد النهار هضرت على سميره بن سعيد عامين، توقف واحد تيخنزر فيا، قلت له مال هذا؟ قال لي راك هضرتي على النجمه ديالي. قلت له شكون هذه؟ قال لي سميره بن سعيد. قلت له سميره بن سعيد باقا تغني؟ قلت له ما بقاش عاقل كاع على فوقاش هادشي. هضرت عليها هذه شي 3 سنين ولا 4 سنين ولا ما عرفتش فوقاش، كتبت ديك ستاتيو في فيسبوك، حتى فيسبوك ما بقاش ندير فيها انا بزاف، تندير كلشي في انستغرام. اي لو ميك باقي عاقل ومخزر. قلت له حبيبي عندك راك دورات 20 عام تجيهم سكته قلبيه، بسم الله عليك. قلت له عندك ومشيت عنقته، قلت له عندك تمشي تطرق لك القلب وتموت. الناس ياخذوا داك الشيء بالحق دوبلو تخيك، هذاك سي خدمه. اليوم طلعت اليوم مثلا ليلى حديوي طلعت سولوني عليها البارح، طلعت لابسه قفطان زويون مختلف على الاخرين، وقلتها غدا تقدر تطلع بكافطون وهي واخا صاحبتي تطلع بكافطون، ما مزيانش نقول ما جاش معاها، ما عندي ماشي بيرسونيل مع ليلى حديوي، ما عندها حتى علاقه. مي هذا هو الفن، نهار تطلع بهم، نهار تهبطي بهم، نهار تولي تقولي رايك، ولكن تقولي رايك سا ديرونج بوكو دو لي جون. والمدافع ديالي انا دائما واجده الحمد لله، ودائما عندي الدواسه، وقال لك الاعداء اعداءكم اصحابكم، ما تيعيطوا ما يجيبوا لي الدوسي، انا قاعد في داري تجيني الدوسي. دونك الدواسه الجايه لا، دابا الدواسه الجايه غادي نهضر على واحد الممثلين مجوجين شي مهمات برا وتيديروا فيها ناجحين وما راه والو. نيكست نيكست نيكست، خلينا نسالي بعدا من هاد الفضائح وندوزو لحاجه اخرى. شنو النصيحه اللي تعطي هذوك البنات او النكافات اللي جات هاد المجرد اللي كل ساعه كيطلعوا كيديروا فيديوهات كيدافعوا عليه وكيتسناو حتى المحكمه؟ ايوا الله يصاوب لهم، الله يصاوب لهم. حنا شفنا واحد الفيديو واحد النهار كان صيفطوا عليه واحد الخليجيين والله الا حشمنا كاع، وحده دازت في شي سيت قالت لهم انا بغيت يغتصبني، قالوا لي هذه، وهي كان ما تنظنش يغتصبها باسكو حالتها حاله تتخلع. مي بون دابا قول لهم يمشيو هما يقبطوا، الحمد لله اللي كاينه الفيزا ما كانوا يهجموا على ديك فرنسا، يمشيو تما يوقفوا ايوا يشوفوا راه يشوفوا معايا الا بغى يغتصبهم المعجبات قال لك ديالو النقافات ديالو. مي الله يصاوب لهم، الله يصاوب لهم، عندهم الفراغ فعندهم يمشيو يقراوا الكتوبه. تخيل امريكان بنت عندها 14 عام حلا كتاب وتتقراه. انا ديك النهار كنت في المحطه ديال الترين حليت كتاب، داز واحد قال لي هذا شوف الناس كلشي باغي يتزكور، شديت الكتاب وتخبعت خبعتو. دونك حنا باقا ديك المونتاليتي ديالنا بعيده وقديمه، والله يصاوب لهذوك البنات مساكن. اش غادي نقول لك، تيشوفوا واحده وما كلهم باغيين مهند يغتصبهم، باغيين اي واحد يطلع في دابا هذيك النهار داير المسلسلات بالشينوا هما مترجمين، حتى الشينوا كتبوا الشينوا بغيتو يغتصبهم قصاور قد هكا داير. اي والله يصاوب لهم. ماشي اللي غادي نقول لك، شكون الفنان اللي تعجبك في الفنان المغاربه اللي تعجبو ترتاح انك تفرج فيهم وتبع الاخبار ديالهم الجديد ديالهم؟ انا ما نكذبش عليك فرانشمون، دابا عندي انا عندي واحد الحاجه سميتها موفي باس، عندي الحق نمشي للسينما كل نهار تنخلصوا عليها شي 10 دولار في الشهر، فيلم في النهار في امريكان، والسينما حدايا حدا داري دايوغ، كلشي كتقول لي ما كتمشي للسينما كل نهار، كنت في الليل تنمشي. ايوا دونك ملي تنبغي يكون عندي الوقت نمشي نتفرج فيلم امريكاني باسكو تتستافدي شي حاجه. هنا وكاين شي افلام زوينه، باغ اكزومبل عندي صاحبي انس الباز، عندي عمر لطفي، عندي زين بعبيد، عندي ممثلين هنايا اسماء خمليشي، عندي شي ممثلين، ولكن النيفو ديال السينما المغربيه هابط. لان للاسف ما كاينش دي برودكسيون اللي تتقولي واو ولا شي حاجه، وتا النهار اللي تيديروا مثلا شي افون بروميير فاش نمشي دابا مابقاش نمشي لهم. بون انا ما كاينش دابا هنا، ولكن مثلا نكون هنايا تنشوف داك الشيء انا تنقول واحد عندي واحد الحاجه في حياتي، اما دير حاجه مزيان ودير لي مويان وديرها مزيان، اما ما ديرهاش. ما تبقاش دير ما بين وبين تقول اه وربي وديك الشيء، حيت الفن ما فيهش ربك، حشومه وعيب وعار، دخل الله في داك الشيء. حتى دابا تطلع ديك النهار طلعت واحد المغنيه قالت لهم والله يعاوني على هذه السهره، وربي قال لك سيري صلي وسيري للجامع وجمعي راسك، اش مدخله ربي في السهره؟ فهمتي؟ عيط للشيطان، عيط لشي واحد دايره، عيط لشي حاجه، سافا فيك الكونسيبت، اش ربي مدخله انت في هذا الشيء؟ ولكن احنا النفاق ديالنا ديال المجتمع ديالنا لا حدود له. لا حدود له. علاش سيبو بالبشير ديال هكا؟
ديالو هكا كيفاش زعما ينتقد كلشي وما تيحشمش وما تيخافش وجامع وكل شخصيه شجاع يعني ما عندوش هادي ما عندها مع الشجاع. انا عندي واحد الحاجه ما تديش انا شوف تمشي مثلا تمشي للريستورون وتيكون ديال صحابي وما تيعجبنيش السيرفيس انا التليفون تنعيط له تنقول له باش تبدل السيرفيس باش تحسن تيقول لي الناس اللي قاريه وعارفه واللي عندهم لي ريستورون تيعيط لي تيقول لي شكرا اللي قلتي لهاد الملحوظه. واحد اخر يجي يقول لك حشومه تقول له يبقى في الحال ما شغل في الحال السيرفيس اخويا راه غنخلص 300 و400 درهم السيرفيس جو فوك السيرفيس يكون مزيان. دونك اذا قلتها لك راه قلتها لك انت باش تحسن السيرفيس ديالك ماشي صرا هذا. شحال واحد ما تيقدرش يديرها مثلا عندي صحابي حتى ممثلين تيكون طالع ما مزالش في ريد كاربت تنقول له شوف راه بغيتش نقولها باسكو ليك انت صاحبي ولكن في اتونسيون المره الجايه راه ماشي هكا ولكن اللي تعرفوا اللي ما تيبقاش فيهم الحال صرا غير فيك الشجاعه هنا حيت عندنا النفاق. انا عندي بوكو ديفو انا راه ماشي ملاك وعندي بزاف ديال لي ديفو ولكني نبغيك نكرهك نكرهك وما عنديش مع نفاق والحيز الكابا هادو الجوج ما عنديش اي واحد يقولها لك. دونك هنايا كان ديك الحس الكابا وديك لو تروك انا ما عنديش البوس انا كان عندي جوج احلام في حياتي الحلم نوض فوق ما بغيت تنوض ثلاث شونس تنبدا تنحل عيني ونشعل بورطابلاتي وعندي ما يكونش عندي البوس. دونك انا ملي تندير شي حاجه هذوك الناس تخدم معاهم الا ما عجبهمش نقول لهم جود باي نيكست اللي قالوا لي زاميريكان. دونك مشاكلي حاله محلوله. كاين بزاف الناس اللي ما يقدوش يديروا انا مثلا كنت نمشي في خرجات اعلاميه مع صحفيين تمشي معاهم ما تيقدوش مثلا كريتيكو اللونسمون ديال واحد الساره ولا ديال هذا ولا هادو ديال الطيران حيت البوس ديالو معيط له صاحبه خدام تما في لا كومونيكاسيون قال له قول هذيك تميك علينا انا ما كاينش غادي يعيط لي باسكو الا عيطت له قلت لي حيد هذاك هو النهار اللي غادي نهار الابيض هذاك هو اللي غادي ندير والنهار كلهم يديروا في الاشاعات انا جد انا تنموت على شي حاجه سميتها الاشاعات اللي غنات ديك سميره بن سعيد كلها سميتها اشاعه كل دي إشاعة هذا هو الفن خص تعيش بالإشاعات والهضرة والتبلبيل وهذا قال في هذه وهذه قالت في هذه هي هذيك فهمتي هذا هو الفن هذا باش ينوض البوز وديك الشيء الناس باش تخيض تبقى خايدة شوية قاصة في القهوة يهضروا فهمتي سينو غادي يبقاو يخرجوا يقول لك صورنا التروطوار ديننا فعنا تركنا الله ما خليهم خايدين في هذيك فرتلانة مشات للمالديف هذيك دارت الساك هذيك شات الساك فيك هذيك دارت هذا هو الفن راه ماشي حنا ما تنديروش سياسة ما تنديروش حالة الطقس حنا تنديروا الفن وريد كاربت اللي ما طلعش اللي ما دارش وهذه ديال لي دوسي انا عندي كتاب مفتوح النهار كله ندير ستوري دابا فهاد السيجون غادي نوض بعدا ندير ستوري باش نحط لهم ستوري كلشي غنبارطاجي مع البوبليك ما عنديش المشكل. سي مبشر قول لنا شي طريف وقعت لك في 2018 موقف طريف اللي وقع لي هذا العام كنت واحد النهار في واحد لوتيل وكان بروميير تاج وكان عندي الكاميرامان ديالي قال لي سي مورا محتاجين حنا الحجر الكاميرا باسكو كان عندنا طورناج ديك الليله وانا سمعنا تقول روح خرجنا للبالكون لقيت البالكون اللي حدايا هو هير بروميير تاج وكاين الغيتشوسي فين كاين واحد الجريده وهذوك اللي عندهم التحت باسكو حنا عندنا البالكون بروميير تاج والاخرين عندهم جريده تتقول تقول روح كانت واحد السيده سكرانه مع واحد الدري وهي من لايحه راسها وتجرها جا هو ان سيغتان مومون تتجر وعاطي على الزنقه دوك الناس يتفرجوا ان سيغتان مومون طلقات منه طاحت ولكن لا ديستونس ماشي بعيده بزاف طاحت لتما وهو ينقز عندها فاش طاحت تيدق هو في دقات هي في الجاج حلا واحد السيد اللي كان تما مدوز هو من مراكش مدوز مسكين العشيه ديالو مع عشيقته جاو البوليس جمع كل شيء وانا كتب لهم في فيسبوك شوف الله يخليكم الا مشيتوا للطالات مع صحاباتكم والعشيقات ما تمشيوش لغايه الشوسي ما تعرف البلا منين يجيك ولا شنو يهبط عليك طلعوا خذ له الديغني ايتاج بقاو صحابي كلشي يقول لي شكرا على النصيحه باسكو بصح ما تعرفش شنو يهبط عليك اللهم تاخذي منك السما وقولي يا ربي بس مسألة جديدة لا بغيتي واحد التروك ديال انستغرام صافا لاباس يلا عطي السؤال هذه غنعطيها لك ونسينا نزيدها في ديك لاكيستيون اخرى حيت هي اللي نسيناها هي في الحقيقه هذه الظاهره اللي نات ديال عاهره انستغرام سي ظاهره دوليه هي احنا في المغرب حنا عندنا البنات يصوروا تيديروا الفضائح عاد وصلت معنا وصلت انا بالدارجه ونات ضجه مي وما كاينش في الحقيقه العاهره ماشي المره دائما خصنا نديروا عليها انا هضرت على واحد الفئه وهي نات ضجه راه كاين حتى العاهرين ديال انستغرام مثلا تشوفي دابا شي وحدين تيقول لك فنانه وممثلين او مغنيين او جالسين بحال دابا في امريكان ولا في اوروبا يجيو نهار كلهم يقلزوا لنا الطوموبيلات ويقلزوا لنا السال دو جيم اللي تدير بزباله فلوس باسكو خصك 400 دولار 500 دولار باش تقيدي تما تيدخلوا نهار كلهم يديروا السبور وتبودروا علينا وتبندروا علينا ويديروا علينا وهما راه مجوجين للميمات عندهم 60 عام وجايبه الدري عنده 25 عام جايبه من افريقيا راه يسكت حيت الا جابت واحد من تما 25 عام زباله فلوس
الليله وغادي تخرج منها وهادي حيت عندهم سيتيزن شيب عندهم الجنسيه. ملي غتجيب واحد من المغرب مسكين على الوراق ديالو غيبقى ساكت تقول اللهم هاد المهمه 3 سنين على ما ناخذ الباسبور ويجي يبقاو يتفوقوا علينا نديروا علينا. دونك راه ماشي كاين على هايره انستغرام كاين عاهر انستغرام تسمى انستغرام هوكرز ظاهره دابا دوليه اللي وصلت للمغرب ودابا الحمد لله انا فاش هضرت على ديك المره تحلوا شحال من واحد عينيهم وبداو يقولوا اه ودابا نقصوا شويه من ديك هذا ونقصوا من ديك التصاور ديك الشيء الحمد لله الحمد لله يا ربي. سيبو بالباشير اشرح لنا اكثر عطاك الهضره ديال الحولي اللي مخلص كل شيء تيصوروا كل شيء من غير الحولي ما تيخلص تيصوروا كل شيء من غير الحولي اللي مخلص كل شيء قلتها في واحد الكونتكست ديال هذوك البنات اللي تيكونوا غاديين دابا تيمشيو للمالديف وانا قلت لهم البنات اللي ما تيعوموش باسكو المالديف وتركيا سون فيزا هذوك اللي دابا عندهم فيزا تيمشيو لبلايص واحد اخرين تيبقاو يصوروا مثلا تلقى البنت مصوره قالت لك جالسه في المالديف بوحدها بحال اللي جالسه مع شي جن وتتصور تلقى الطبله فيها جوج كيسان جوج طباصل وهي مصوره هي مصوره جوج ثلاثه ولكن تتصور هي راسها اليوم غدا بعد غدا بعد غدا جيت انا قلت لهم اولي فين هذاك علاش ما تتصوروش حولي حشومه ومخلص كل شيء ما تصوروش وعيقت البنات شويه هكا شويه هكا ولكن تتبيناش بحيث تلقاهم مجوجين الكرش تبارك الله كبر مني انا مثل الوزن ديالي انا شحال في هذا الوزن فيها 70 كيلو وهما عندهم اكثر كرشو كثر فيها 70 كيلو ديال الشحمه دونك هذيك هي باش قلت انا هذيك ديال الجمله ديال تيصوروا كل شيء من غير حولي ما خلص كل شيء وخبر الاخبار في راسهم راه عارفين علاش نهضر متتبعين نجمة تي في خليكم دائما زوينين وباقص وتبعوا الدواسة وحضيوا شنو واقع ورا دائما نايضه نايضه وإلا ما نايضاش نوضوها.